ده كان حديث كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للنادي الاهلي وكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره، شرح طريقه لعبه وشرح وجهه نظره النهارده. النادي الاهلي النهارده الحقيقه هو يعني افضل من اللقاءات السابقه، يعني ادى الحقيقه بشكل جيد امام النادي الاسماعيلي، والحقيقه برضه علامه استفهام بالنسبه لنا ولغز، يعني يتحول اداء نادي بالكامل في اقل من 24 ساعه في وجود مدير فني وفي وجود مدير فني اخر. هل دي ارتياح للاعبين بطريقه معينه، اختلاف في طريقه اللعب على عدم استوعاب طريقه لعب معانا؟ الدفع النهارده بجون انتوي الحقيقه كان برضو يعني محور تساؤلات لينا بشكل كبير جدا. النهارده واحد بره التشكيل بقاله فتره كبيره جدا يبتدي ماتش زي لقاء النادي الاسماعيلي، مش عارف، كلها اكيد اسئله مهمه، اعتقد ان هيكون لها اجابات برضو عند ضيوفنا داخل استوديو الحياه. كابتن اشرف، خش على لقاء الاهلي النهارده. الاهلي برضو فاجئنا وابتدى ب 4-4-2 وهو 4-2-3-1، دي الطريقه اللي الثابته اللي الاهلي بيلعب بيها، بيعتمد عليها بشكل كبير في وجود ايفونا. ايفونا النهارده مصاب، مش عارفين حتى كنا نرقم مهاجمين او راس حربه النادي الاهلي. ساعات بنشوف ان بديل ايفونا هو عماد متعب، ساعات بنشوف ان في الترقيم بيتاخر عماد متعب وعمرو جمال، ساعات بنحس ان الراجل دايما على قناعه ان عماد متعب بيدفع بيه في اخر ثلث ساعه او اخر 25 دقيقه. النهارده كابتن زيزو بيفاجئنا وبيلعب ب 4-4-2 واضحه وصريحه في وجود اثنين راس حربه. ما قدرتش النهارده اقرا جون انتوي هو راس الحربه الصريح وعمرو هو اللي متاخر، عمرو هو الصريح وجون انتوي هو اللي متاخر. النهارده شفنا عمرو جمال في نص الملعب اكتر من 5-6-7 مرات بينزل يعمل محطه، يعني النادي الاهلي فاز ولكن كانت النهارده تساؤلات كبير كتيره. هو الكابتن زيزو رد على اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، اللي عمليه التبادل ما بين جون انتوي وعمرو، وهو النادي الاهلي كان بيلعب النهارده هنقول 4-4 او 4-2-2-1-1، يعني لو احنا قلنا عليها كده بشكل حرفي بالنسبه للكلام اللي قاله كابتن زيزو. الواحد واحد دول اللي هو كان جون انتوي وعمرو جمال، عمليه التبادل ما بين الاثنين في وجود فيرود بيلعب في الجهه الاماميه وفي ظهر واحد على طول بينزل يعمل الجانب الدفاعي، وده كان موجود اوقات كتير جدا. كنا بنشوف جون انتوي بينزل لغايه منطقه ال 18، واوقات كتير جدا كنا بنشوف عمرو. بس انا مش مع الاداء ده، يعني مش مع ده، وخصوصا في حاله واحده ان جون انتوي لسه مش فت، ما لعبش اي مباريات، ما عندوش اللياقه البدنيه اللي تسعف ان هو يكون متواجد بالشكل القوي ده بدنيا. الحاجه الثانيه عمرو جمال برضو مش فت بنسبه 100%، ودليل على كده الفرص اللي اتيحت لعمرو جمال ما قدرش ان هو يستثمرها بشكل ده. طبعا الهدف ده هدف رائع جدا من عبد الله السعيد، دايما هو يعني معودنا ان هو بيقدر يحرز الاهداف بالشكل ده. النادي الاهلي النهارده مختلف زي ما حضرتك قلت، ممكن يكون في ارتياحيه ما بين المدرب واللعيبه اللي موجوده، ممكن الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها او الشكل اللي بيلعبوا بيه مع المدرب السابق ممكن ما يكونش مرتاحين للاداء ده، لكن هو نفس مجموعه اللعيبه اللي تلعب، يعني التغييرات محدوده جدا. يمكن الوحيد اللي دخل النهارده جديد هو جون انتوي طبعا بسبب، وعمرو جمال طبعا ابتدى علشان ايفونا الاصابه اللي موجوده عنده، لكن المجموعه كلها هي نفس المجموعه اللي بتلعب، يعني ما فيش اي تغيير فيها. يعني التغييرات تكاد تكون مثلا 10% او اللي هم اللي اذا كان جون انتوي هو اللي دخل او عمرو جمال، بس تغيير كبير يا كابتن. بتدي حضرتك لواحد بقى له اربع خمس ماتشات بره التشكيله الاساسيه، صحيح. مش يعني التشكيله بالكامل مش موجود فيها، ما نعرفش هو فين. بتيجي حضرتك النهارده بتدي له بيبدا لقاء زي لقاء نادي الاسماعيلي، مش لقاء حتى طبعا يعني مستريح. لا ده هي انا بقول لك اللي انا من وجهه نظري، ان الحاجه اللي ممكن تكون من وجهه نظري برضو، انا ممكن اكون بعيد او احنا كلنا بعيد مش في الموجودين في الملعب مش شايفين جون انتوي، ان بدايه المباراه بجون انتوي انا ممكن يكون موجود معايا بره وابتدي ادفع بيه في وقت معين، لكن هو اداله ابتدى بيه المباراه واداله مهام غير ان مهام هجوميه، مهام دفاعيه. ده هو كابتن اشرف بعيد بدنيا ونفسيا، تمام. يعني مش بعيد بدنيا، هو لعبه بياخد قدام الاسماعيلي، ده بعيد بدنيا ونفسيا، صحيح. هو يعني لعبه نفسيا لان يا كابتن، لان هو راجل يا كابتن اشرف كان مستبعده تماما، يعني صحيح. مش مدخله في منافسه، صحيح. الراجل كان بعيد بدنيا ونفسيا، بس هو ممكن يكون اداله قدام الاسماعيلي. هل الكابتن زيزو له هدف يا كابتن اشرف؟ ممكن، عشان هو كان بيلعب ضد فريق الاسماعيلي، فنوع من انواع تخويف نادي الاسماعيلي من جون انتوي، لا تخويف نادي الاسماعيلي من جون انتوي، لان عارفين امكانياته طبعا طبعا. بس يعني مش عارف يا كابتن،